من هذه الزيارة وهو أننا نعطيه الحمد لله تفقد الأشغال بالنسبة لهذا الطريق اللي عنده واحد الأهمية قصوى اللي هي تتدي من أفرار مرورا بالويدان إلى أزيلان، وفي الواقع هي غتمكن من ربط وتقليص المدة الزمنية من أزيلان إلى بني ملال من ساعة ونص إلى ساعة إلى ربع ونص ساعة فضل هذا الطريق اللي تم تسوسها لها وتقوية لها. وكذلك كانت فرصة لتتبع الأشغال للعديد من المقاطع الطرقية اللي كاينة في البرنامج اللي محدد في هذا الإطار من أجل العمل على فك العزلة على هذا الإقليم، وفي نفس الوقت كذلك العمل على الربط ما بين العديد من الجماعات ديال هذا الإقليم. اللي بغيت نأكد هو أن هناك اهتمام كبير من طرف ولاية الملك بإقليم أزيلان خصوصا غداة الزلزال، وبالتالي فكانت فرصة لتتبع أشغال لإزالة الهدم اللي كاين في هذا الإطار والحطام. ومن جهة أخرى هنالك كذلك عمل اللي هو تدار اللي احنا بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة من أجل إعطاء دفعة قوية جديدة لهذا الإقليم من حيث التجهيزات التحتية وخصوصا ما هو مرتبط بالطرق باش أننا نرفع المستوى ديال الطرق اللي تكون في مستوى عالي في هذا الإقليم وفي نفس الوقت في مجال الماء. شكرا.